قليلة هي جدا الفيديوهات اللي بعملها مباشر على التيك توك، أكتر المباشر اللي بسويه على اليوتيوب. بس هذه الحالة بالذات لأخت كريمة، صار في عند بنتها اللي هي عمرها 15 سنة التهاب في العصب الدماغي القحفي السابع. هذا الحكي معناه إذا صار في عنا التهاب في العصب السابع اللي هو عصب بيغذي من ناحية حركية أكثر منها حسية منطقة الوجه سواء اليمين أو الشمال، عضلات الوجه كلها من عظمة الترقوة لفروة الرأس مغذية حركيا من العصب السابع. إذا في حال أي التهاب بصير في عنا اضطرابات في انقباض وعضلات الوجه. عضلات الوجه إذا صار في اضطراب بنلاحظه إنه جهة واحدة بصير فيها مثلا سقوط للفم، جهة واحدة بصير فيها عدم القدرة على فتح العين، جهة واحدة بصير فيها عدم القدرة على رفع الجفن للأعلى، جهة واحدة بصير فيها إنه العضلات هذه بصير فيها عملية خمول وعملية ضعف فبتنزل لتحت العضلات اللي تحت العينين، وهذه مشكلة لبنت عمرها 15 سنة. عشان هيك الموضوع حساس. هلا الخبرية الكويسة انه 15 سنة يعني لساتها شباب، يعني إمكانية نمو وإرجاع قوة العضلات وقوة العصب بعد ما نسيطر على الالتهاب بتكون سريعة جدا وما في خوف. شو باختصار الطرق العلاجية لازم 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 تستخدميها يوميا مع بنتك؟ أول شيء موضوع الكمادات الساخنة، يعني فوطة تتبلل في مياه ساخنة، وأفضل شيء المياه الساخنة هذه نحط عليها ولو ملعقتين ثلاثة من خل التفاح وملعقتين ثلاثة من الملح، وتتحرك وتنحط على الفوطة على البشكير وتنحط على الوجه كل الوجه يمين والشمال لمدة 5 دقائق، وناخد شهيق وزفير شهيق وزفير واحنا نايمين على ظهرنا 5 دقائق كمادة مياه ساخنة. خلصنا موضوع الكمادة، بنمسح الوجه بشكل جيد يعني نخليه جاف. بعد ما نخليه جاف وصير جاف بعدين بنجيب زيوت أسهل، يعني زيوت اللي نعمل فيها مساج. الزيوت هذه أساس تكون مناسبة للوجه، يعني زيت الزيتون إذا كان أصلي وكويس وعصرة أولى وعلى البارد وريحته بتشهي هذا ممكن تستخدموه. زيت جوز الهند زيت خفيف وكويس، وكويس إذا بنعمل فيه مساج للوجه. زيت السمسم من الزيوت الجيدة لتقوية الأعصاب. زيت السمسم مغنيسيوم بوتاسيوم، يعني ينصح للناس اللي عندهم باركنسون أي اضطرابات عصبية زيت السمسم. زيت حبة البركة مضاد التهابي، حبة البركة الحبة السوداء مضاد التهابي ومضاد فيروسي إذا الالتهاب هذا ناتج عن مش معروف سواء لفحة التهاب فيروسي أو بكتيري، المهم صار في عند التهاب وضعف في العصب السابع. اخترت الزيوت هذه، في هاي الحالة بحط على ايدي شوية زيت بمسح ايدي بالزيوت، ولازم لازم ينعمل لها مساج للبنت. المساج بده يكون اول شيء عضلات الجبهة اللي هي في الاعلى، هاي العضلات انتشارها بيجي بشكل عرضي يعني الالياف تاعتها بشكل عرضي، واذا بدها تنقبض بتطلع لفوق وبتنزل لتحت. هاي العضلة اللي هي امتداد لفروة الرأس، وفروة الرأس جزء من هذه العضلة، هي كلها عضلة واحدة بتبلش من فوق الجبهة وبتنتهي في أسفل الجمجمة، هاي عضلة فروة الرأس. هنا في أن كتل عضلية بتعمل انقباض وانبساط، ومن الخلف كمان بتعمل انقباض انبساط، والطبقة من العضلة هاي من هون لهون هذه زي طبقة جلدية كاسية اللي تمسك الجهة الأمامية والجهة الخلفية. فهذه العضلة حسيا مغطية من العصب الكذالي اللي بيطلع من C1 وC2 من الفقرات الرقبة العلوية حسيا، يعني الألم وجع الرأس الحرارة البرودة في من هاي المنطقة لهاي المنطقة مناصفة، يعني هيك هاي المنطقة بالنص من اختصاص العصب الكذالي من الخلف حسيا،
والعصب السابع حركيا. طيب إذن المساج بده يكون بطريقة هذه، بعمل 10-20 حركة أو باتجاه واحد أول شيء وبعدين بالاتجاه الثاني، بعدين بصير أسوي حركات تعك مع حركات لولبية في الأصابع على مصرى هذه العضلات، بعدين بمسك العضلات هذه من منطقة خلف جنب العينين على الجنب وبعمل حركات ضغوطات شوي شوي، مرة بعقارب زي عقارب الساعة، مرة بعكس عقارب الساعة. المهم لازم أضغط على هاي المنطقة اللي هي بتشد العضلات بشكل كويس، عضلات الوجه. بعدين بدي أمسك عضلات الوجه بصير للأعلى ولا الأسفل، للأعلى ولا الأسفل، يعني أعمل الحركات اللي بنعملها أثناء الضحك إنه بنرفع فمنا، بس في هاي الحالة بدي أنا أساعد بصير أرفع في الفم. عضلات الجفن بصير أرفع فيهم. طب هذه المنطقة، هذه العضلة معصبة من الدماغ، من كلا فصين الدماغ، هاي العضلة. هذا معناه انه بالعادة العضلات الاخرى معصبة من فص واحد، يعني الفص اليمين بيأثر على عضلات الفص اليسار، والفص اليسار بيغذي العضلات في الفص اليمين، بس هاي العضلة بالذات مغذية من اليمين، من فص الدماغ اليمين والشمال. في هاي الحالة هذا بعطينا اشي، اذا هاي العضلات رفعة الجفن فيها خلل او فيها ضعف، اذا الموضوع ممكن يكون اكثر دماغي، زي جلطة، زي مشاكل دماغية وادت للشلل اكثر منه فرعي، انه العصب الفرعي فقط من بداية خروج العصب السابع من منطقة الرقبة وللوجه. إذا صار الالتهاب من هاي المنطقة الفرعية هذا مش دماغي، بس إذا هاي العضلة تأثرت ساعتها ممكن يكون دماغي. على كل إذا بعمل المساج، برطب المنطقة كلها بالزيت، بحرك حركات حسب الألياف العضلية، يعني حركات عجن كيف ما أجت تيجي، من فوق لتحت، من تحت لفوق، مش مشكلة. عضلات الرقبة لازم أحركهم، عضلات الوجه لفوق بعمل حركات زي هيك، بحط إيدي على الوجه بالطريقة هاي وبعمل حركات زي هيك، بخلص المساج هذا خلال 5 دقائق. بعدها بجفف الزيوت هذه في الفوطة، بمسح وجهي. لازم ينعمل تمارين، تمارين عملية لتقوية هاي عضلات الوجه. أول شيء تمرين النفخ، يعني بالعادي إذا فرد صار في ضعف في العصب السابع، خاصية إني أسكر الشفايف بتكون شوية صعبة، يعني الناس اللي عندهم ضعف في هاي العضلات اللي هي عضلات دائرية، هذه عضلات دائرية، يعني إذا بنعمل لها مساج بدنا نعمل بشكل دائري حوالين الفم، هذه احفظوها، هاي دائرة، هون عند العينين دائرة، من الألياف العضلية يعني عضلات دائرية، عضلات دائرية، عضلات دائرية، بين هذه الدائرة تاعت الفم في عنا عضلات طولية بتيجي من الفم للأذن، يعني جاي بالشكلات وبالشكل 4 عضلات، الله وكيلكم، زي الأصابع هيك جاي، بدايتها بتيجي منطقة الفك وبتطلع لفوق. طبعا اللي بيميز عضلات الوجه هي عضلات تعبيرية، يعني أي انقباض في هاي العضلات هذا اللي بعطينا الحركات التعبيرية، سواء بنضحك، حزنانين، مبسوطين، غضبانين، كله بيظهر على وجهنا، ولأنها عضلات تعبيرية هي العضلات الوحيدة اللي بترتبط في العظام وبتنتهي في الجلد. بالعادة العضلة بترتبط في عظمة وتنتهي في عظمة تانية، يعني عظم ثابتة، بس هاي العضلات ارتباطها في العظام ونهاية ارتباطها بيكون في الجلد، فأي انقباض لها بصير عملية الحركات التعبيرية. طيب هل التمرين، أول تمرين حكينا النفخ،
قد ما نقدر، شمعة، نحط مصاصة، نضلنا ننفخ وننفخ. إذا صعب علينا نسكر ثمنا، بنحاول نساعد بحركات الأصابع لحد ما أقوي شوي هاي الحركات. إذا هاي الحركات سهلة وقدرت أسكر ثمي، في الحالة بعمل مقاومة اللي أزيد قوة العضلات. المقاومة بتعتمد إني أنفخ وأحاول أزيد الضغط وأثبت في عملية التسكير. العينين طبعا بدي أحاول أسكر وأفتح، أسكر وأفتح، هاي كل ساعة بدي أعملها 10 مرات، تسكير العينين وفتح العينين، تسكير العينين وفتح العينين. مش عشان بس أقوي العضلات، عشان كمان أحفز الغدد الدمعية اللي موجودة في تحت الجفن. في عنا الغدد الدمعية هذه والغدد اللعابية كمان والمغطاة أو معصبة من العصب السابع. يعني أي التهاب في العصب السابع بيصير الشخص يدمع كتير، أو بيصير في عنده جفاف في العين، بيصير اللعاب ينزل وبكثرة. يعني فيش عندنا سيطرة لا على اللعاب، أو بيكون في عندنا جفاف في الفم، أو بيكون في عندنا دموع أكثر من اللازم. أي حامي أو باردة بعيط، بصير أدمع لأنه لا شعوريا. فالدموع واللعاب، تمرين كويس اللي هو المضمضة بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند. المضمضة عبارة اني احط لي ملعقتين في جوا في ثمي، اسكر ثمي وضلني احرك في الزيوت هذه، طلوع النزلون، احرك لساني، كمان الشعور الذوق بالطرف الاول من اللسان، الثلث الاول كمان مغطى من العصب السابع. يعني هي هذا الشيء الحسي كمان اللي بنقله العصب السابع، الذوق. فالذوق والشهية واللعاب والدموع كلها بتتأثر مع التهاب العصب السابع. طيب هلا بالنسبة للمضمضة، 5 دقائق بنضلنا نتمضمض بالزيت، نعمل الحركة هذه المضمضة مرتين في اليوم صباحا مساء كتمارين وكتعقيم لكل لثة الفم، تنشيط للغدد اللمفاوية، تنشيط للغدد اللعابية، تنشيط للغدد الدمعية، فتح للجيوب الأنفية، قتل البكتيريا في داخل الفم، محافظة على حركة عضلات اللسان. اللسان عضلة مرتبطة في 18 عضلة محيطة وكلها متصلة في عظام ومفصل الفك. مفصل الفك العضلات اللي بتحركه هي العضلات المغذاة من العصب السابع، فحيصير عندنا مشكلة في المضغ. عشان هيك بدنا نحط العلكة ونضلنا نوخ العلكة وسيلة كويسة زي وسيلة المضمضة لتنشيط هذه العضلات. إذا بدنا نأخذ علكة، نأخذ الصمغ العربي، نخلطه مع الشمع النحل بس يكون أصلي من خلايا النحل، ونص بنص، ونعمل علكة صحية شمع العسل مع الصمغ العربي، ونصير نحطه مرتين ثلاثة في اليوم ونضلنا نعلكه لحد ما نمتصه ونأكله. طيب فالتمارين تكرارها مرتين ثلاثة. الحكي هو بحد ذاته تمارين للبنت. البنت هذه 15 سنة بدها تظلها تضحك، يعني بدكم أول شيء تزيلوا الضغط النفسي عنها أو أي حالة نفسية أو قلق أو عدم راحة تنشال عن البنت هذه. يعني لازم البنت تطمن إنه وجهها حيرجع للوضع الطبيعي، بس هي عبارة عن شدة حيل في هذه العلاجات لمدة 2 أسبوع لـ3 أسابيع وحتنتهي وكل العضلات حترجع تتحرك بشكل طبيعي. حالة التهابية للعصب بتروح الحالة الالتهابية
العصب بيرجع لقوته والعضلات بترجع لوضعها الطبيعي. لو واحد عمره 70 سنة بقول لا الأمل أقل، بس 15 سنة قدرة الأعصاب والجهاز العصبي، وحتى إذا كانت مشكلة دماغية أو شلل دماغي أو وقعة مثلا وعملت رج في الدماغ وغيبوبة لمدة 6 شهور، سرعة التشافي بتكون سريعة للأطفال، للأشخاص تحت 19 20 21، أسرع من أكبر من 25. الجهاز العصبي يكتمل نمو الفسيولوجي والنمو الدماغي والدماغ لحد 25 سنة. 25 سنة يكتمل النمو الكامل للدماغ. من ناحية الحجم تقريبا بسن 2 لـ3 سنوات تقريبا يكتمل حجم الدماغ، بس بعدها بتصير في عمليات كتيرة من تنظيم الخلايا العصبية والأعصاب. طيب إذا المساج عملنا، التمارين عملنا، الضحك أضحكنا قد ما نقدر، خففنا الكورتيزول، خففنا الضغط النفسي، هلأ بدنا شوية مكملات تساعد الأعصاب على النمو. عشان هيك أحسن مكملات تعطيها لبنتك أول شيء فيتامينات B12 وB6 وB1، هدول أهم 3 فيتامينات بي. B1 الثيامين، أو إذا بتاخدي لها البنفوتامين، هذا فيتامين B1، بس هذا الفيتامين البنفوتامين يذاب في الدهون، هو صناعي يعني يصنع في المختبرات، وفعاليته 4-5 أضعاف أكثر من الثيامين. الثيامين والB1 مهمته في إنتاج الطاقة لداخل الخلايا العصبية، يعني بنشط من عملية إعادة نمو وإعادة الإصلاح. في عنا طبقة الميلين هذه المغطية للعصب السابع، هاي صار فيها خلل نتيجة الالتهاب. B1 ضروري لتسريع من عملية البناء مع B12. فانت خذي مكملات بشكل كامل، هذا اساسي. المكمل الثاني في عنا فطر عرف الاسد، اللايون مين مشروم، فطر مشروم. هاي النوعيه عرف الاسد تعتبر من الفانكشنال ميديسينال مشروم، يعني اسمها علاجي طبي، مشروم علاجي طبي. الليون مين مشروم هو أقوى نوعية من الفطر وأقوى مادة طبيعية ممكن تساعد على نمو العصب. طبعا الأعصاب الطرفية زيها زي الأعصاب القحفية من ناحية إعادة النمو وسرعة إعادة النمو. تقريبا في الشهر إعادة النمو بتكون 1 إنش، يعني أكثر من سنتي في الشهر للأعصاب الفرعية أو الأعصاب الدماغية، فسرعة نموها أسرع من الأعصاب أو الخلايا العصبية في الدماغ. عشان نطمنكم كمان، فالليون مين مشروم أو فطر عرف الأسد أول شيء بنشط بناء الطبق الحامي للعصب، ثاني شيء بنشط عملية بناء العصب برين درايف فاكتورز، هذه بروتينات خاصة زي بتعطي دفعة للخلية العصبية إنها تبني زي الكولاجين والكولاجين بيبتايد. الكولاجين بيبتايد بروتينات أنزيمية بتعمل على تنشيط عمل الكولاجين وبناء الكولاجين. هون نفس الشيء البرين درايف فاكتور بيساعد كتير في عملية بناء الأعصاب. فصار في عنا الليون مين وصار في عنا الفيتامينات بي، وطبعا المغنيسيوم ضروري جدا انها تاخده لعملية استرخاء. بديش يصير في عندي تشنجات في الجهة الاخرى من الوجه، اذا صار في عندي ضعف في جهة دائما بصير في عندي تشنجات في الجهة الثانية. فعشان هيك اخذ المغنيسيوم، والمغنيسيوم حيساعد في عملية البالانس
في الانقباضات العضلية، وحينشط حركة فيتامين د، وحينشط نمو الأعصاب بشكل عام. المغنيسيوم، فيتامين سي، ليمون وما ليمون، هذه ضرورية جدا إنه نحافظ على أخذه، لأنه أول شيء مضاد التهابي، ثاني شيء بيساعد على إعادة نمو الطبقة الشحمية هاي والمحيطة بالعصب وبقوي العصب. هلا من ناحية غذائية، المكملات لا تغني عن المواد، الغذاء العلاجي. الغذاء العلاجي اللي لازم البنت هذه تاخده، اول شيء خمير البلدية مع اللبن مع الزيت زيتون، لبن رايب، خمير بلدية ملعقة او نص ملعقة، هذه خميرة غذائية تشتروها، هذه مليئة في السيلينيوم، مليئة فيتامينات بي، البي 1 الثيامين كتير فيها بكميات، فتعتبر يعني مكمل طبيعي، الخميرة مع اللبن. الشغلة الثانية الكبدي، وصفات الكبدي، كبدة الخروف، كبدة عجل، المهم تكون كبدة نظيفة من حيوان نظيف، حيوان عايش على البرية، يعني عضوي بري بلدي، إذا في هاي الحالة وصف الكبدة لازم البنت هذه تأكلها مرتين في الأسبوع أقل شيء. وصفة الكبدة إذا كان خصوصا محطوط عليها فليفلة وليمون وثومة وكركم وفلفل، يعني هذه وصفة متكاملة بتساعد كتير على نمو الأعصاب، لأنه فيها مكونات ولا أي مكملات طبيعية ممكن يكون فيها موجودة هذه المكملات مع بعض في الكبدة. والمكونات الطبيعية اللي موجودة في الكبدة هذه سهلة الامتصاص وسهلة الهضم وسهلة إنه الأعصاب يستغلوها، فهذه ضرورية. الخضروات ضرورية، المكسرات ضروري، الأوميجا 3، إعادة بناء دائما بدكم أوميجا 3، او بتستغنوا عنها في زيت السمك او زيت الشريم اللي هو اكثر فيه كمية واحسن من الأوميجا 3. زيت الشريم، الشريم اللي هي شو بسموها بالعربي، مش المحار، اللي هي الديدان البحرية، الشريم اقوى، الجريل اويل اقوى من زيت السمك باحتوائه على الاوميجا 3، الانواع القويه في تقويه الاعصاب، هذا ضروري. او وجبتين ثلاثه اسماك في الاسبوع، هذا بعطيك الحاجه من هذه المكونات. فهيك يعني بنكون غطينا المكملات الرئيسيه، الحاله التغذويه، الابتعاد عن الضغط النفسي والستريس، عمل الجلسات، العلاج الطبيعي اللي هي بنبلش حكينا في الكمادات الساخنة، المياه الساخنة لتنشيط العضلات وتنظيفها وتنشيط حركة الدورة الدموية، بعدين بنحط بعض الزيوت المختارة اللي موجودة عندنا، وبنعمل حركات المساج 4-5 دقائق. كل حركات المساج موجودة على صفحتي على اليوتيوب في عدة فيديوهات بالتفصيل كيف تنعمل حركات المساج لكل الأعضاء ومنها للوجه، وفي فيديوهات كتير عن العصب السابع، روحوا احضروها. صفحتي على اليوتيوب تحتوي على 7000 لقاء وجلسة علاجية مسجلة، وتحتوي على دورات، عدة دورات مجانية، دورات تأهيل الدماغ، دورات الآلام العمود الفقري، دورات خاصة في الآلام هشاشة العظام، الباركنسون، التأهيل لهذه الحالات سواء عصبية أو دماغية، كلها على شكل دورات وبرامج علاجية تأهيلية لتأهيل أي شخص، يكون أقل ما فيها يعني مساعد لشخص تاني إنه يساعده في الخطط العلاجية. هذه النصائح باختصار تبعيها، بعد يوم يومين حتصير تشعري بأنه العضلات صارت شوية تشتغل، الأمور صارت تتغير، بمجرد شفتي أنه في تغير أسرع
في هاي الحالة بدك تشدي في هاي الإجراءات وتواظبي عليها وتضلك تشجع البنت إيش ما بدك تسوي، بس المهم البنت تتشجع إنها تضلها تعمل التمارين وتكون هاي الإجراءات العلاجية من نفس طالعة من بنتك، من نفس يعني تكون راغبة إنها ترجع بسرعة وتعيد وجهها للوضع السابق قبل التهاب العصب السابق. وعشان ننهي الحلقة كمان زي ما حكيت، الموضوع ممكن يقعد من أسبوعين لثلاث أسابيع ويروح كليا ويرجع العضلات لوضع الطبيعي، ما في أي خطورة ولا في أي مشكلة إنه يصير في ضرر دائم لعضلات الوجه وانقباضاتها، وهذا يعطي حالة من التشويه في الملامح، أو واحد ممكن يلاحظ إنه كان في عنده التهاب في العصب السابع. انسى الموضوع، اطمني 99% كل شيء حيرجع تمام خلال 3 أسابيع إن شاء الله. هذا مش حكي ولا من الأبحاث، هذا من الناس اللي تعافوا والناس اللي مروا في هذه الاضطرابات. مدام حكيتي لي 15 سنة، إذن بأكد لك إنه الموضوع 99% حيتم الشفاء التام، فيش أي خيار تاني. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود الصوص. طبعا أنا دكتوراه في العلاجات الطبيعية والتأهيل من 1999، ومن هذاك الوقت وأنا بشتغل في الجامعات أسيستنت بروفيسور، بدرس، بكتب كتب، بعلم التكاترة، بعطي دورات، وظيفتي تعليمية تثقيفية صحية لنشر الوعي الصحي للعلاجات الطبيعية البيتية الذاتية، اللي الناس يعرفوا شخص حالهم بشكل مبدئي، يعرفوا كيف يتعاملوا مع حالتهم، شو التمارين اللي يسووها. يعني جمعنا لكم كل اختصاصات العلاجات الطبيعية مع عدد الدوائية، لأنه شغلنا لعملية التأهيل لأي مرض بتحبوا تأهلوا وتحسنوا منه وتوصلوا لوضع أحسن من السابق. مش دائما بنقدر نعالج 100%، في حالات كتيرة بنرضى في اللي بنقدر نحصله واللي بنقدر نحسنه، وفي دائما فرصة 99% إننا نحسن ونظبط ونقوي هالعضلات اللي نقدر. القصد من عملية التأهيل إنه نعيش حياتنا بأقل معاقات ممكنة أو مضايقات ممكنة أو آلام ممكنة من هذه الحالات والآلام المزمنة اللي حتظل ممكن متواجدة، بس في إمكانية كبيرة إن نطنشها ونتغاضى عن هذه المشاكل ونتعايش معها ونتعامل معها كأنها تحصيل حاصل مش حتوقف عقبة قدامنا، اللي ننبسط ونعيش حياتنا بالطول وبالعرض وزي ما بدنا. هذا هو مفهوم التأهيل العلاجي الفيزيائي التغذوي الكامل والشامل لأي حالة لأي حالة، وخصوصا الحالات الميؤوس منها. بالنسبة للطب العادي الطب التقليدي الحالات الميؤوس منها، هذا هو اختصاصنا، الحالات الميؤوس منها في الأدوية واللي مكتوب عليهم يعيشوا حياتهم بهذه الآلام. لا، مش مطلوب مننا نعيش كل حياتنا وإحنا مع الآلام. الآلام بنسيطر عليها، التحدد الحركي بنسيطر عليه، ضعف العضلات بنسيطر عليه، في أدوات مساعدة عنا، في عصي، في ووكر، في مشدات، في أجهزة كهربائية، كتير الشغلات اللي حتساعدنا إننا نتخطى أي حاجز بدنا إياه، وخصوصا مع كل التكنولوجيا اللي موجودة. بس الشغلة بدها همة، بدها جهد ذاتي، بدها رغبة إني أعمل هذه العلاجات والتمارين والحركات وواظب عليها بدون همة وبدون رغبة، وإني أركن واحد ثاني يسوي لي علاج
او ادويه تعطيني بعض النتائج اللي انا بدي اياها، او اخذ لي شويه مكملات واضمن انه هاي المكملات حتقوي لي العصب وتقوي لي العضلات. هذا الحكي مش صحيح. الامور هذه بتتاخد شامله شموليه، وقد ما عملتوا اجراءات قد ما حصلتوا نتيجه وباسرع وقت ممكن. يعني مش شرط تعملوا كل هاي الاجراءات اللي حكيت عنها، مساج وحركات وزيوت ومكملات وتغذوي وستريس والابتعاد عنه. قد ما تقدروا تسووا سووا، كل ما سويتوا اكثر مرتين ثلاث اربعة خمسة في اليوم كل ما كان احسن، كل ما سرعتوا في العلاج. بدكم الموضوع ينتهي باسبوع اسبوعين، بعيننا الله بنشد حالنا لمدة أسبوع أسبوعين. بدنا الموضوع ينتهي بثلاث شهور على مهلكم. هذا حسب أنتو شو بتسووا. شكرا لكم، تحياتي. طبعا بس هخلص اليوم الأحد وسكرنا الثمانية، عشان هيك بس نتفضل اللايفات والمباشرات. فتحنا المباشر ومش عارفين نسكره. طيب اها، هاي الكبسة اللي فوق، هاي المصيبة إنه نفتح وكيف بدنا نسكر، مش متعودين زي ما حكينا لكم. بعدين تعالوا تأكلكم، استنوا شوية، كم واحد عندي على المباشر؟ 6 أشخاص. الله 6 أشخاص بيحضروا المباشر. طب أنا شو اللي بده يشجعني أجي على التيك توك عشان 6 أشخاص؟ طب هو على اليوتيوب بيكون في عندي 500 1000 واحد على يعني 1000 واحد بيستفيدوا من هالكلام هذا والحكي اللي بعض بطرحه. كل هالحكي صلنا نص ساعة على 6 أشخاص. والله إنكم مهتمين كثير في هالعلاجات يا سيدي. أنا بعطي اللي علي. المهم الشخص والأخت الكريمة اللي طرحت الرسالة إن شاء الله تكون سامعة المباشر اللي تستفيد، ولو حالة واحدة استفادت أنا بالسليم وأنا مبسوط وأنا مرتاح. حالة واحدة فقط. شكرا لكم، سلامات. يا جماعة الخير، منين بيسكروا المباشر؟ على التيك توك. ها هاي الكنها.